أهلا بكم. أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده تثمن جهود الكويت والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي. وقال قرقاش عبر حسابها الرسمي على تويتر إن دولة الإمارات تدعم المساعي السعودية الخيرة بالنيابة عن الدول الأربع بجهود تعزيز التضامن بالخليج. وشدد على أن الإمارات تؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة. وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قائلا نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة. وبدورها أعلنت مصر تثمينها وتقديرها لجهود الكويت في حل الأزمة مع قطر، وأكدت أهمية الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي.